لابد من تحرير سعر الصرف وننزل بسعر اعلى من سعر السوق السوداء عشان الناس تفرج عن الدولارات اللي عندها وما يبقاش فيه تخوف، وعشان الناس تلاقي الدولارات عشان الصناعه، وعشان مش معقوله ان دوله بقى لها 3 سنين مثلا ما بتجيبش عربيات، ما بتجيبش مستلزمات انتاج، في حاجات كتيره بايظه. فلابد ان احنا نتشجع على هذا الاجراء وما نخافش. شايف ازاي الخطوات اللي بتتاخد لتخرج الدوله من النشاط الاقتصادي؟ بطيئه. ايه المطلوب يعني؟ ان يتخرجوا. مش صعبه يعني، زي ما انا قلت جوه برضه المفروض يبقى في سرعه في وتيره الاعداد للمساله. عايزه زي ما انا قلت كده، عايزه انك انت تعين 5-6 بنوك استثمار عالميه ومحليه، عايزه محامين واكاونتنسي يقيموا الاصول يحطوها في القالب المظبوط، وعايزه ان انت تبقى بتسرب على الناس عشان ننزل، لان الكلام الكتير من غير ما الناس تشوف حاجه بالفعل بتتعمل بيخليك الناس تحس انك انت مش جاد يعني. اتكلمت على مشروع في الامارات، مشروع سياحي، ايه تفاصيله؟ حجم استثماراته قد ايه؟ مبيعاته قد ايه؟ هو مشروع جنب دبي في منطقه اسمها غنطوط، على 15 مليون متر مسطح، عباره عن جزء على البحر يعني، وجزء في النص هنعمله ملاعب جولف وفيلل، ومدينه جديده بنشئها ورا يعني، هي على بعد حوالي 20 دقيقه من دبي و35 دقيقه من ابو ظبي. في تفكير في السعوديه حاليا؟ لا.